نروح مع حضرتك كل تفاصيل اهم الاخبار الخاصه بالنادي الاهلي اللي اتنشرت على الصحافه، ونروح لمجله النادي الاهلي اللي قالت ان حددت اللجنه القضائيه للقيم والتحقيق في اللجنه الاولمبيه يوم الاحد اللي جاي ميعاد لاستكمال الاستماع لاقوال اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي في الشكوى المقدمه ضد رئيس نادي الزمالك. حضر المستشار القانوني للنادي الاهلي وبعض اعضاء مجلس الاداره لمقر اللجنه الاولمبيه. كمان اعتذر كابتن محمود الخطيب رئيس النادي عن عدم الحضور لجلسه الاستماع، وقررت اللجنة القضائية للقيم والتحقيق برئاسة المستشار محمد قنصوة وعضوية كل من المستشار منير عبد الفهيم رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وعضو مجلس القضاء الأعلى السابق واللواء سيد هاشم المدعي العام العسكري الأسبق، تحديد جلسة استماع أخرى يوم الأحد اللي جاي بحضور كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وباقي أعضاء المجلس.